أهلا بكم في قناة فكيرة. السنة اللي أنا اتولدت فيها كان ختان الإناث شيء لابد منه، بيحصل لكل البنات، ولكن لحسن الحظ كانت ماما بتفكر بشكل متقدم فكانت رافضة موضوع الختان، وأنا ما كانش عندي أي مشكلة من الناحية دي. بعد حوالي 4 سنين اتولد أخويا وكان لازم يتعمل له ختان، فماما كانت شايلة الهم لأن مش عارفة هي هتعمل له الختان ده فين، مين اللي هيعمله له، كان أول طفل ليها ولد فما تعرفش. ففضلت تأجل تأجل لحد ما أخويا بقى عنده حوالي من 5 ل 6 سنين. ما كانش ينفع إن هي تتأخر أكتر من كده، فاتخذت قرار وفعلا جابوا حد، وكنا ساعتها في ألمانيا وعمل له عملية الختان. وهو طبعا كان بيصوت، ولكن انا كنت ببص حواليا بلاقي الناس كلها يعني مش متضايقين ومبسوطين، وفي اغاني بتتقال في المناسبات اللي زي دي، زي مثلا يم المطهر، رش الملح 7 مرات، علقة تفوت ولا حد يموت، وهنعمل لك مرقة كتكوت وحاجات كده. فهم قالوا لي ان هو هيبقى كويس، وفعلا بعد كده بقى كويس. بعد حوالي 6 سنين اتولد اخويا الثاني، وكنا ساعتها في السعودية. ماما ولدت في مستشفى سعودي وكانت سعيدة جدا بالولادة، لانها يعني بمجرد ما اخويا اتولد اتعمل له الختان في ساعتها مع قص الحبل السري، اتعمل له الختان. فهي بتحكي لي ان ده كان بالنسبة لها شيء مريح جدا، لانه خلاص هي مش محتاجة ان هي تقعد بقى تفكر ايه اللي هتعملها امتى ومين اللي هيعملها وكل الكلام ده، واتعملت على ايد دكتور. طبعا مرت السنين، وفي التسعينات ابتدت حملات لمحاملات اعلانية ضد ختان الاناث. طبعا انا كان بالنسبة لي الموضوع ده اوريدي انا عارفاه من زمان. يعني بعد كذا سنة ابتديت اشتغل، وكنت شغالة في شركة دعاية واعلان في شرم الشيخ، وكانت المديرة بتاعتي بولندية من بولندا، وكانت لسه جايبة بيبي ولدت قريب وسافرت بولندا ولدت ورجعت. واحنا في الشركة دي كان كلنا بنقعد في سبيس واحد، يعني المديرة مع الديزاينرز مع المسؤولين عن الماركتينج كلنا في نفس السبيس. فجالها عميل للمديرة وكان دكتور نساء وولادة، فهو بينزل اعلان في المجلة، فلما عرف انه ان هي لسه والدة قريب، فعرض عليها ان هي تنزل له اعلان فور فري في مقابل ان هو يعمل لها ختان لابنها فور فري برضو. فهي قالت له لا، قال لها طب اوكي يعني اعملي مثلا ديسكاونت 50% وانا اعمل لك الطهارة فور فري، فبرضو رفضت. فبعد ما العميل مشي انا رحت لها وقلت لها ايه ده، ازاي ترفضي عرض زي ده؟ يعني فعلا ده اوفر كويس، وهو دكتور يعني هيعملها بشكل بروفيشنال بدل ما تروحي لاي حد كده وما يبقاش مضمون والكلام ده. فهي قالت لي انا مش هعمل له ختان. فانا طبعا انا كل تفكيري ان هي مش هتعمله دلوقتي، لكن اكيد هتعمله بعدين يعني. فقلت لها على فكره انا اخويا اتعملت له اول ما اتولد على طول، ودي افضل حاجه لانه هو مش هيفتكر بعد كده ومش هتفضل في ذاكرته، واريح لك عشان متعوديش شايله الهم، يعني نفس الكلام اللي كانت ماما بتحكيه لي. فهي قالت لي انا لا هعمل له ختان دلوقتي ولا هعمل له ختان بعدين. فانا قلت لها يعني ايه هتسيبيه كده؟ انا ما اعرفش كده اللي هو ايه، بس انا قلت لها يعني اللي انا كان في تفكيري ازاي كل الامهات المسؤولات بيعملوا حاجه زي دي وهي مش عايزه تعملها. فهي قالت لي انا اؤمن انه مش ان ربنا مش اكيد مش هيخلق كل الولاد بحاجه زياده محتاجه ان هي تتقطع. فلما قالت لي كده انا بصراحه حسيت ان انا دخت، الارض اتهزت من تحتي، ما بقتش
يعني معرفش اذا حد جرب الاحساس ده، اما حد يقولك حاجة انت مؤمن بيها تماما لسنين وسنين ومؤمن 100%. انا مستحيل ماما تكون بتعمل حاجة يعني مش في مصلحتنا او حاجة مش مفروض انها تتعمل. فدخت وبصراحة معرفتش ارد والدنيا لفت بيا كده. وباقي روحت قعدت ادور على النت اشوف، لقيت انه فعلا في مجتمعات كاملة ما بتعملش ختان للذكور. فاستغربت جدا زي الكلام ده، طب والمجتمعات اللي بتعمل ختان للذكور بيقولوا ايه؟ فلقيت ان الدكاترة بيقولوا انه ده شيء لازم يتعمل، لانه طبعا من ناحية دينية ومن ناحية تانية لانه بيحافظ على النظافة وبيخلي الشخص يتجنب الامراض الجنسية والالتهابات وكل الكلام. انا بصراحة يعني قعدت افكر في الموضوع، هل ممكن ربنا يكون فعلا ما بيخلقش اي حد بحاجة زيادة محتاجة انها تتقطع؟ ولكن كمان طب ما هو الحبل السري لما الطفل بيتولد ما بيتفصلش اوتوماتيك، اكيد بيحتاج انه يتقطع ولا ايه؟ فالمهم ان انا اتلخبطت مبقتش عارفة، وده تاني فيديو انا متلخبطة فيه. احب اعرف رأيكم، هل حد عنده ولاد بتعملوا لهم عملية الختان؟ الدنيا عاملة ازاي دلوقتي؟ لان انا من ساعة اخويا ما عنديش فكرة.